السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شباب؟ شخباركم؟ ان شاء الله بخير وبسلامة. ورجعنا فيديو جديد من لعبة فورتنايت، تحدي اخر من تحديات النهضة. بس قبل ما نبدأ بالتحدي لا تنسون لايك واشتراك بالقناة وفعل جرس التنبيهات حتى توصلكم الفيديوهات الجاية ان شاء الله. خلينا نبدأ بالتحدي، واللي هو راح يطلب منك ارقص بشخصية ستورم في عين العاصفة، واللي هو مطلوب راح يكون منتصف العاصفة، واللي هو منتصف الزون اللي انت بيه. مثل ما تشوفون راح اراويكم الطريقه السهله، وراح يكون فتشي سهل جدا. مثل ما تشوفون انا قدرت حاولت القي المكان، بس مشيت شويه. مثل ما تشوفون اقتربت من نصف العاصفه، لقيت هو راح يعطيك اشاره وتروح منتصف العاصفه واللي هو عين العاصفه. راح تجي هنا وتسوي، او راح تنفتح لك الرقصه اللي هي خاصه بشخصيه ستورم او سكن ستورم، ان هنا يكمل عندك التحدي باسهل ما يكون. يعني مجرد وتروح لأي منتصف العاصفة أو منتصف الزون اللي أنت بيه، ومثل ما تشوفون منتصف الزون مباشرة راح يعطيك هذه إشارة. إذا كنت قريب من المنتصف راح يكمل عندك التحدي. أتمنى عجبكم الفيديو، لا تنسون لايك واشتراك بالقناة وفعل جرس التنبيهات. دمون بكود لا تمشوا اللي ظهر على يسار. كان معكم أنتر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.